ثمانية وعشرون رجلا ضلوا طريقهم في القارة القطبية الجنوبية ما فعلوه لينقذوا أنفسهم سيدهشك رجال قرروا القيام بأخطر رحلة عرفتها البشرية مروا بلحظات عصيبة وأوقات مريرة وظلام دامس وبرد قارس طوال هذه الرحلة الغير مدفوعة الأجر ولا مقابل مادي من ورائها كانت عواقبها كثيرة ولم يكن يتوقع عودة هؤلاء الرجال بأمان إلى الوطن، لكن في النهاية نالوا كلهم الشرف والفخر لعودتهم للوطن مرة أخرى بسلام. هذا ما نشرته جريدة التايمز عن السيد أرنست شاكلتون وهو رجل بحار مكتشف بريطاني الجنسية ويقال عنه أنه كان أسطورة في البحر. قرر أن يكون معه طاقماً من الرجال الماهرين في البحر لاكتشاف وتوسيع القارة القطبية الجنوبية أطلق العديد من الرجال على تلك الرحلة اسم الرحلة الخطرة لكن بالرغم من هذا ذهب له المتطوعين وأطرقوا على باب بيته أملاً في الانضمام له في رحلته تلك انتقى بعناية سبعة وعشرين رجلاً وأخبرهم عن الخطورة التي سيعرض أنفسهم لها أصبحت تلك القصة من أروع القصص التي تروي أحداثاً حقيقية عن النجاة من الموت حول العالم. ولد هذا الرجل في عام 1874، ولم يكن بحاجة لإعلانات تروج له عن تلك الرحلة، لأنه كان أسطورة في البحر لا مثيل لها. بدأ التخطيط في تلك الرحلة عام 1908، وتمكن الرجال الذين كانوا معه من الصعود لقمة جبل إيربيس. وهو يعتبر ثاني أكبر بركان في القارة القطبية الجنوبية. الجرائد والترويج حول ما كان يفعله هذا الرجل هي من جعلت العديد ينضمون له في تلك الرحلة. هؤلاء الرجال عرفوا بأنهم أفضل الرجال حول العالم في البحر، وكانوا على دراية بالخطورة التي ربما يتعرض لها في الرحلة، حيث كان ينوي أن يعبر كل هذه القارة. هذا أمر خطير فلا تظنه ينوي السير خلال الحديقة. في الخامس من ديسمبر عام 1914 في جنوب جورجيا في سفينة تدعى إندورانس والتي كانت من أكبر السفن المقاومة للثلج في هذه الفترة حيث كان لديها جسد قوي وعارضة حجمها 85 بوصة ومحركا بقوة 350 حصانا هذا ما جعلها قادرة على اختراق الجبال الجليدية وتحطيمها لكن مشكلتها أن هذا الثلج لو تجمع حولها فلن تتمكن من النجاة وستتحطم وتغرق هل تصدق أن هذا ما حدث معهم بالفعل؟ حيث أن هذه الحقبة كانت سيئة للغاية لاتخاذ قرار عبور المياه الثلجية في المحيط في البداية كانت تلك السفينة مؤهلة للعبور من خلال الثلوج ببساطة ولكن في الثامن عشر من يناير عام 1915 تمكن الثلج من التغلب عليها حيث ان البقايا التي نتجت من تحطيمه اصطدمت بجانبي السفينه مما ادى لتدميرها لانها كانت تصطدم بها وتعود مره اخرى كما انها كونت جبالا ثلجيه في فتره وجيزه كانت امنيه السيد ارنست هو وطاقمه هي الا يتجمع الثلج حول السفينه حتى لا يحطمها ولكن في الرابع والعشرين من يناير عام 1915 ازداد الأمر سوءا نتيجة لتراكم الثلج وضغطه على السفينة هذا جعل طاقم السفينة يعمل على تحطيم هذا الثلج المتراكم بيديهم ليس لكي يحرر السفينة بالكامل من الثلج بل لكي يجعلوها قادرة على التحرك من هذا المكان وجعل محركها يدور هذه الفكرة كانت سديدة في البداية لكن لم تنفعهم لفترة طويلة كان الثلج المتراكم على السفينه كثيرا للغايه وتقدم السفينه وتحركها للامام كان صعبا للغايه الامل الوحيد الباقي لتلك السفينه هي الا تتعرض للتحطم حتى يحل الربيع قضاء الشتاء على مركب في وسط المحيط ليس بمزحه بدا الضغط يزداد اكثر على السفينه من الطبيعي ان القصه كانت على وشك الانتهاء في هذه المرحله لكن طاقم السفينة كانوا على ثقة بقائدهم. كان هذا الرجل يطمئنهم ويجعل لكل واحد منهم مهمة يقوم بها، حيث أنهم أحيانا كانوا يتركون السفينة ويلعبون بالكرة على الثلج. الجميع كان يعلم أن الأمل في يد السيد أرنست. أخذ الضغط يزداد يوميا على السفينة. كما أن الربيع لم يخفف من الثلج كما كانوا يتوقعون، وازداد الأمر سوءا على السفينة. لكن بمرور الوقت سمع الطاقم العديد من الاصوات المخيفه التي تعبر عن التحطم الذي يحدث في السفينه مما يعني انهم على وشك الغرق والموت على الفور وسط هذه الثلوج الضخمه والكثيفه في البدايه قال السيد ارنست انه مجرد حوت يمر من اسفل الثلج لكن كان كل الرجال على درايه من ان المركب على وشك الانهيار على الفور مما سيعرض حياتهم كلهم للهلاك والموت جاء الصيف وانتهى ولا يزال هناك الكثير من الثلج في المنطقه في السابع والعشرين من اكتوبر امرهم ربان السفينه بان يغادروها على الفور هذا لانها كانت قد تعرضت للتدمير مما جعلها غير قادره على الصمود لفتره طويله وعد كل الطاقم انه سيعيدهم بامان لوطنهم مره اخرى وقالها بكل بساطه واطمئنان سنعود للمنزل ولكن ما كان يكتبه في يومياته كان يعبر عن مدى الصعوبات التي كان يمر بها لكنه كان يخفي كل هذا من أمامهم حتى لا يقتل الأمل الموجود بداخلهم حيث كتب في يومياته مهمة الوصول لهذه القارة واكتشافها صعبة للغاية من الصعب علي كتابة ما أشعر به استقر الطاقم في مخيم على بعد ميل من السفينة وهو ما يعادل كيلومتر وستمائة كان لديهم بعض الامدادات للحياه والنجاه وكان بحوزتهم ثلاثه قوارب ولكن كل هذه الامدادات تقل يوما عن التالي وهم معزولين على الجزيره الجليديه دون اي اتصال مع العالم الاخر لينقذهم او يوفر لهم الطعام اللازم في الواحد والعشرين من نوفمبر عام 1915 تعرضت السفينة للغرق بالكامل مما قطع أمام الطاقم وقائدهم كل سبل الأمل في العودة للوطن من جديد في العشرين من ديسمبر عام 1915 قرر السيد أرنست التحرك لما كان يسعى في استكشافه وهي جزيرة باوليت الذي لم يكونوا على درايه من معرفته هو ان الثلج الذي كانوا يسيرون فوقه كان يتحرك ناحيه الشرق اما الجزيره التي كانوا يسعوا للوصول اليها كانت توجد في ناحيه الغرب في نهايه رحلتهم اكتشفوا انهم اصبحوا ابعد مما كانوا عليه من قبل على هذه الجزيره لكن تمكنوا من الذهاب لجزيره اخرى تدعى جزيره الفيل حيث ان الذهاب لارض صلبه ومستقره بعد كل هذه المده كان بمثابه امر لا يصدقه احد في الايام الاولى على الجزيره كانوا يسعون لتزويد انفسهم بالطعام اللازم من الحيوانات ليكون بمثابه الامدادات لهم وكانت تعتبر بمثابه الوجبه السخنه منذ شهور ولكن كل هذا انتهى بكارثه فظيعه لان هذه الجزيره كانت في الاصل قطعه ثلج كبيره وبدات في الانهيار شعر الجميع باليأس مرة أخرى، وجعلهم هذا يبحثون عن فرصة للنجاة لكن دون جدوى. القبطان لم يوافق على ترك رجاله حتى لا يتعرضوا للخطر والموت، حيث قام بأخذ خمسة منهم وقارب نجاة وذهبوا للبحث عن وسيلة للنجاة، حيث كانوا ينوون العودة مرة أخرى لجزيرة جورجيا على بعد 800 ميل، أي ما يعادل كيلو و متر. مما يعني انهم كان يجب عليهم عبور المحيط مره اخرى بين الامواج المتلاطمه مما جعلهم يعانون بكثره حيث كان طول الموجه خمسين قدم لذا قام بالعوده مره اخرى لكي ينقذ باقي الطاقم من هذه الرحله الخطيره وكان يعاني القائد الذي عينه السيد ارنست خلال غيابه عن باقي رجال الطاقم بشده وتمكن من بناء مخيم من خلال القاربان الاخران حيث تولى مسؤولية رعاية هؤلاء الرجال حتى يحضر ارنست المساعدة. بدأ السيد ارنست رحلته مرة أخرى في الرابع والعشرين من أبريل عام 1916. في نهاية القارب تجمعت مجموعة من الثلج مرة أخرى، مما يعني أنهم لن يتمكنوا من العودة مرة أخرى. كان يخشى الرجال بشدة من المياه، حيث لو أنك تعرضت للبلل منها، من المستحيل أن تجف ملابسك مرة أخرى. تخيل كم المعاناة التي عانى منها هؤلاء الرجال، حيث كانوا يصارعون تلك الأمواج الخطيرة. كانت الثلوج تتكون حول القارب، مما جعل وزنه يزداد شيئا فشيئا، وهذا يزيد احتمالية غرقه في أي لحظة. فجأة رأى ارنست عاصفة قوية في السماء، ولكنه بعدها لاحظ أنها موجة ضخمة لا مثيل لها. خلال تلك الرحلة، شاهدوا العديد من العواصف والأمواج التي لم يمروا بمثلها في حياتهم. اضطروا للقتال ليس من اجل حياتهم فقط بل ايضا من اجل حياه 22 شخصا منتظرين النجاه على جزيره الفيل. وربما ان هذا القتال والمثابره هو ما ساعدهم على النجاه وانقاذ الجميع. في العاشر من مايو تمكنوا من الوصول لشواطئ جزيره جورجيا ولكنه كان هناك الكثير من الصخور الضخمه والاراضي غير الممهده التي جعلت عمليه الهبوط والاستقرار على هذا الشاطئ امرا مستحيلا. استغرق الامر منهم يوما كاملا حتى تمكنوا من الاستقرار على الشاطئ كما انهم عانوا بشده بعد استقرار المركب حيث كانوا مضطرين لصعود الجبال والمرتفعات وعبور العديد من العوائق للذهاب لاهل الجزيره وطلب النجده كان الامر في غايه الصعوبه حيث كانوا يعانون بشده حتى يحققوا هذا النجاح حينما وصلوا أخبرهم أرنست أنه لا يجب أن ننام أكثر من خمسة دقائق خوفا من لا يستيقظوا مرة أخرى لكن هناك شيء ما جعلهم يستيقظون ويزدادوا نشاطا ألا وهو الصفارة التي يطلقها صائد الحيتان اندهش الجميع من عودة أرنست مرة أخرى للجزيرة ومعه بعض من الرجال لكن ملامحهم كانت متغيرة بسبب مرور كل تلك الفترة طلب ارنست منهم المساعده والعوده لانقاذ البقيه، وبالفعل كانت المعجزه، حيث عادوا وكان الرجال لا يزالون على قيد الحياه، وتم انقاذهم جميعا. تلك هي نهايه القصه الاكثر اثاره وحماسه في العالم، ربما ان السيد ارنست لم يتمكن من تحقيق هدفه بالكامل، لكن اسمه خلد في التاريخ لما فعله من دور بطولي، حيث اتسم بصفات القائد الذي لا مثيل له. هل ترغب ذات يوم أن تقوم بمغامرة مثل تلك التي ربما أن تؤدي بحياتك للهلاك؟ أخبرني في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشعارات ليصلك كل ما هو جديد نراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء